مع فكرة مشروع قناة السويس اللي اتعمل ولا لا؟ انا موافق عليها. ما انا ما اعرفش اهداف المشروع ايه بالظبط. المشروع لا طبعا مع مشروع طبعا. طيب قلبا وقالبا لا ضد طبعا. حازم الصالح. تمام. عايزين مصلحه البلد شغل الشباب ماشي مش ازعل في حاجه زي كده. لا مع فكره مشروع قناه السويس طبعا. طبعا احنا معاه طبعا. اي تنميه واي خير للبلد احنا معاه. لا انا مع فكره المشروع بصراحه. لا مع الفكره طبعا. وسبب ان حضرتك مع المشروع؟ السبب ان هو هينمي المدن القناه وفي نفس الوقت بيعمل تنميه وبس لو اتنفذ صح. طب هو لو يفيدنا كشعب مصري ماشي ما عنديش اي مانع. اول واحد يرحب. انما ده هيفيد مين؟ هيفيد مين؟ يوضحهم يوضحهم. هل ده هيفيد شعب مصري؟ يوضح وضح يبدك من 1 2 3 4 10 واخد بالك انت او توضح. انما هيفيد حاجه ثانيه او ضد الشعب المصري عامه مش كشعب وكخط كنادي لا عامه. لكن انت مع كلنا هنروح بسبب عشان الاجيال الجديده وعشان يعني لان اللي هنا بورسعيد دلوقتي كتجاره بدات تقل فاحنا عايزين استثمار. استثمار في كذا جهه. تنميه قطاع قناه السويس، تنميه سيناء، تنميه الصعيد، اي مشاريع للشباب احنا معاها. طب ايه رايك في الكلام اللي المعارضه بتقول لك احنا المشروع دوت هيقسم مصر؟ مالوش علاقه بتقسيم مصر يعني. مالوش علاقه بتقسيم مصر. لا يا عم وانت اشاعات. تمام اشاعات صدقني. كان قسم ماليزيا ولا قسم هونج كونج. المشاريع ده معموله في هونج كونج وفي ماليزيا ولا دبي ومعظم دول العالم.